نروح لسعادة السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم للجامعة العربية في الأمم المتحدة. سعادة السفير ماجد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أحمد بك. العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ماذا عن هذا الملف؟ ماذا عن تحرك الوفود العربية في الأمم المتحدة؟ ماذا عن جلسة الغد؟ ربما هناك مشروع روسي خاص بالوضع الإنساني داخل قطاع غزة. اسمح لي الأول أن أنا أبتدي بتحية الحديث القوي اللي أجريته مع الأخ سامويل واينبرغ المتحدث الإقليمي الأمريكي، والأسئلة المحرجة اللي أنت قدمتها له، ويعني هو فشل ذريع للأسف في الرد على عدد كبير منها، وأتمنى أنه يعني ياخذ منها الدروس المستفادة ويرجع لقيادته، وتكون هناك المزيد من المواقف الإيجابية من الإدارة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا. أولا المجموعة، الله يبارك فيك، المجموعة العربية منذ صدور قرار مجلس الجامعة الأخير في يوم الأربعاء الماضي في حالة استنفار كامل. نعم. وأجرت العديد من اللقاءات والاتصالات مع رئاسة مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة ومع أعضاء المجلس ومع مجلس حقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الموضوع. نقطة الانطلاقة الرئيسية كانت تم تبلورتها في اجتماع تم للمجموعة العربية على مستوى السفراء المندوبين الدائمين. وهذا الاجتماع اتفق على خطة محددة من ثلاث محاور لابد من تحقيقها في أقرب فرصة ممكنة، اللي هي أولا وقف فوري لإطلاق النار. أيوة. ثانيا ضمان دخول المساعدات الإنسانية بدون تأخير وبدون إعاقة إلى كل أهلنا في غزة. نعم. وثالثا ضمان عدم وقوع أي ترانسفير أو تهجير للشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى جنوب غزة. نعم. وعقدت بناء على ذلك جلسة مغلقة، مشاورات مغلقة لمجلس الأمن. وهذه الجلسة تقدمت فيها روسيا الاتحادية بمشروع قرار مختصر تقريبا بيركز على هذه العناصر: وقف إطلاق نار إنساني فوري، وإدانة لكافة أعمال العنف. نعم. من كل الجوانب. ومطالبة بالإفراج عن الرهائن وضمان المساعدات الإنسانية وعدم تهجير أي مواطن فلسطيني من أرضه. كويس. من أرضه. هذا القرار اتحط تحت الإجراء الصامت حتى أمس الساعة 12 الظهر. قبل الثانية عشر ظهرا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بكسر الإجراء الصامت وأعربت عن عدم استعدادها للتفاوض على مشروع قرار مقدم من روسيا الاتحادية، وبتتهم روسيا انها محتلة الاراضي في اوكرانيا وانها غير مؤهلة انها تتقدم بمثل هذا القرار في الوقت اللي هي بتحتل فيه اراضي اوكرانية وبتعتدي على الشعب الاوكراني وما الى ذلك. وبالتالي رد الفعل الروسي كان وضع القرار في وثيقة رسمية وطرحه للتصويت وطلب التصويت عليه في جلسة ستعقد باكر الاثنين في تمام الساعة 3 بعد الظهر. الاتجاه ايه لحد دلوقتي سعاده السفير؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. بالتزامن مع ذلك بالتزامن مع ذلك البرازيل فاجات الجميع. البرازيل رئاسه مجلس الامن لهذا الشهر، ووزير الخارجيه كان موجود بيحضر عدد من الاجتماعات هنا وراس بنفسه الجلسه التي عقدت للنظر في موضوع الشرق الاوسط. ففاجات البرازيل المجلس بمشروع قرار جديد. ايوه. بياخذ في الحسبان وجهه النظر الغربيه اكثر من وجهه النظر الفلسطينيه. بيدين بشده العمل الارهابي الذي قامت به حماس يوم 7 واخذها للرهائن ومن الاسرائيليين. بيطالب بالافراج الفوري وبدون شروط عن الرهائن مع ضمان حسن معاملتهم. بيدين بشده اي اعمال عدائيه او عنف او اي اعمال ارهابيه اخرى، ما معناه ان كل ما تم هو اعمال ارهابيه من جانب حماس. بيحث السلطه الاسرائيليه على الغاء تعليماتها
للمدنيين والأمم المتحدة بالترانسفير إلى جنوب غزة، وبيسدد على سماح جميع الأطراف فورا بالدخول الآمن وبدون عقبات للمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة وشركائها، ويطالب بهدنة إنسانية اللي بيسموها الهيومانيتاريان بوز عشان خاطر لخلق ممرات إنسانية لدخول المساعدات، هيومانيتاريان كوريدورز يتم تعمل لها هيومانيتاريان بوز. هل في إدانة لإسرائيل؟ ولا في إدانة لإسرائيل ولا حاجة، بيطلب من مجرد ما بيطلب من إسرائيل إنهاء الإجراءات التي بيترتب عليها حرمان المدنيين من الإمدادات الكهرباء والمية والمستلزمات. طب احنا دلوقتي قدام مشروعي قرار، مشروعين، اتفضل يا فندم آخر فقرة. في مشروعين قرار موجودين. آخر قرار بقى آخر فقرة اطلب وقف إطلاق النار. يعني مش وقف إطلاق النار بيجي في أول فقرة هو بيترتب عليه كل الأعمال، جاي آخر فقرة في القرار البرازيلي. هذا القرار البرازيلي عليه تحفظات كبيرة من الجانب العربي والجانب الفلسطيني. كويس. وتحفظت عليه دولة الإمارات العضو العربي في مجلس الأمن. كويس. وجاري التقدم بتعديلات جوهرية عليه لأنه كان محطوط تحت الإجراء الصامت حتى الساعة 3 تنتهي في خلال ربع ساعة هذا الإجراء الصامت هنا في نيويورك. أيوة. والإمارات بتعمل بجهد كبير على التقدم بالتعديلات العربية على هذا المشروع لوضعه في الصيغة، وبالتالي ستكون هناك مواجهة في مجلس الأمن ما بين قرارين، قرار روسي بيركز فقط على المساعدات الإنسانية ولا يدخل في توصيف العمل أو يدخل في محاولة إلقاء اللوم على طرف أو على آخر، وقرار برازيلي بيسعى بشكل أو بآخر إلى توصيف أعمال المقاومة الفلسطينية على أنها إرهاب، وبيسعى ده ضد القانون الدولي بشكل أكبر بشكل بالضبط. وده طبعا هي ده محور التحفظات والتعديلات العربية التي بيتم تقديمها في هذه المرحلة. حضرتك شايف أنهي قرار اللي فيه يعني ربما توافق أكتر عليه، ولا الاثنين ممكن يبقى فيه فيتو هنا أو فيتو هنا؟ الاثنين ممكن يكون عليهم طبعا قد يكون الجانب العربي أكثر ميلا للروسي، القرار الروسي لأنه ما بيتضمنش إدانة ما بيتضمنش صبغ المقاومة بالإرهاب الفلسطينية بصبغة الإرهاب. ما بيخشش في موضوعات يعني ما بيخشش في الموضوعات السياسية. الفكرة الروسية كانت انه يتقدموا بمشروع قرار يتعامل مع وقف اطلاق النار والمساعدات الانسانية ووقف الترانسفير، الثلاث نقط اللي الجانب العربي بركز عليها. ونترك العمليات السياسية ومرحلة واذا كان هناك هيبقى في مفاوضات وهتبقى في استئناف المفاوضات والتوصيفات السياسية الى مرحلة لاحقة يتم التعامل فيها على رواقة ببيان رئاسي يتم التفاوض عليه براحتنا، إنما الوضع العاجل يستوجب قرار عاجل من المجلس للتعامل مع الوضع المتدهور واحتمالات تدهوره أكثر إذا ما بدأت إسرائيل في هجوم بري أرضي. وبالتالي ولكن في نفس الوقت القرار البرازيلي إذا ما تم تجريده من العناصر الأخرى فهو بيحتوي تقريبا نفس العناصر، يعني لما تم تجريده من حتة التوصيف نشاط حماس بأنه عمل إرهاب. وتم وضع وقف إطلاق النار كأولوية أولى تيجي أول فقرة في القرار، ويبقى يجي وراها موضوع المساعدات الإنسانية ووراها موضوع يعني بتعملوا التعديلات دلوقتي دلوقتي التعديلات بتتقدم وهيجري عليها تفاوض بعد الظهر النهاردة لغايه بالليل، وبكره الصبح هيكون في جلسه مشاورات اخرى قبل ما تنعقد اي جلسه للمجلس بعد الظهر. لسه لغايه دلوقتي لم يتخذ قرار عقد الجلسه من جانب الرئاسه لانه البرازيل في الوقت اللي هو مقدم فيه هذا المشروع هو رئيس المجلس وهو اللي لازم يدعو المجلس الى الانعقاد، وبالتالي هو منتظر لغايه لما يعرف نتيجه المفاوضات على المشروع القرار بتاعه ايه لغايه علشان يقرر هل هيعقد الجلسه للتصويت على القرار الروسي ولا لا. سعاده السفير مجد عبد الفتاح بشكرك شكرا جزيلا، المندوب الدائم لجامعه الدول العربيه في الامم المتحده.